العرض الإخباري الأخير نقدمه لكم مباشرة الأولى في الرباط. مشاهدين الأفاضل أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. مجلس النواب يعقد جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، محورها سياسة التعمير والسكنة وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية. انخفاض في عدد المتبرعين بالدم يسجله مركز تحقن الدم لجهة الدار البيضاء ستاد خلال الموسم الصيفي، انخفاض أثر سلبا على مخزون الدم أمام الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية. وبمدينة الرباط انعقاد الملتقى التراثي الأول للمركز الوطني لطرب الآلة، حدث فني يحمل شعار طرب الآلة امتزاج وتلاقح موصول بين الأجيال. مرحبا بكم من جديد. عقد مجلس النواب جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، محورها سياسة التعمير والسكنة وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية. في المتابعة رشيد إيكن وعبد الرحيم فيلول. برنامج دعم السكن، التصور المبتكر لتعمير وتجويد مقاربات التخطيط الحضري، إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة من زلزال الحوز، برنامج تأهيل المدن العتيقة، محاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح، كلها محاور أساسية أطارها البرلمانيون في تساؤلاتهم وربطوها بالدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية في رؤية الحكومة لسياسة التعمير والسكنة الموجهة لخدمة المواطن في مجاليه سواء الحضري أو القروي. حاليا المواطن يتساءل خاصة في العالم القروي عن الإجراءات اللي خصها تعطالو أنه بس تسمح له باش أنه يستقر في البلاد ديالو. أصلا العالم القروي راه ما فيش تصاميم سابقة وما فيه حتى شي حاجة، وبعض المناطق القروية النائية لا يمكن يدير فيها تصاميم نهائيا، ما فيها يعني شروط ديال 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 خلق مثلا تجزئة أو دوك لي كونستركسيون يعني دي بارسيل ألوتيغ، ما كايناش ديك القضية هذه. الدولة بصدد واحد إحداث واحد مجموعة من الوثائق ديال التعمير جديدة، مثلا من التصاميم المديرية، من كذلك التصاميم التهيئة، تصاميم التنمية الاقتصادية، دونك واحد الجيل جديد من وثائق التعمير اللي مهمة، اللي ضروري باش تجيب على الأسئلة وعلى الاختلالات اللي واقعة داخل سواء المجال الحضري أو على مستوى المجال القروي. رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أكد أن الحكومة سارعت إلى إطلاق الحوار الوطني للتعمير والإسكان سنة 2022 من أجل التأسيس لمقاربة موحدة وتشاركية ترتكز على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك وتدمج مختلف الفاعلين والشركاء، وذلك بهدف رفع التحديات المطروحة في هذا المجال مع استشراف إمكانيات التأهيل المجالي والحضري وجعل المجالات السكنية منصات ملائمة للالتقائية القطاعية وتدخلات العمومية وحافزا لخلق الثروة واستدامة الموارد. ضرورة تحيين منظومة التخطيط الترابي من خلال مراجعة الإطار القانوني المنتظم لمسطرة الإعداد والمصادقة على وثائق التعمير، بالإضافة إلى تعزيز آليات تبسيط مصادر دراسة ومنح مختلف فرص التعمير واعتماد مخاطب جهوي لمواكبة ورش الجهوي المتقدمة وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار. وبخصوص القضاء على دور الصفيح، أعلن السيد عزيز أخنوش أن الحكومة تعتزم تنزيل برنامج خماسي للفترة 2024-2028 لتسريع وتيرة محاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120 ألف أسرة مستهدفة. وبمجلس المستشارين عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية اجتماعا خصص لمناقشة ومدارسة مشروع قانون يتعلق بالضمان الاجتماعي. لنتابع هذا التصريح. احنا كنناقشوا واحد المشروع ديال القانون ديال 0224 اللي كيتعلق بالضمان الاجتماعي واللي جاي في الاطار ديال الحمايه الاجتماعيه اللي سيدنا الله ينصرو عطاها الانطلاقه، وبالتالي لازم باش اننا نستكملوا هذه القوانين. وهذا القانون كان من 1972، وبالتالي اليوم هذه التعديلات اللي جات في 14 ماده كان واحد نقاش مستفيض ما بين الاخوان والاخوات، على اعتبار ان الحكومه باش تستكمل هذا العمل هذا ويمكن ان شاء الله يدخل حيز الوجود عن ما قريب بإذن الله.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله الرامي للنهوض بوضعية المرأة، ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لقاء حول برنامج التمكين الاقتصادي للنساء ربات الأسر في وضعية صعبة، لقاء توج بزيارة للاطلاع على المشاريع التي تقدمها النساء. كوثر أبو تير وعمر جليدي. بحب يصنعنا ما استطعنا أن يتعلمناه داخل منازلهن، اليوم ينسجن أحلاما من خيوط الإبداع والابتكار، ويسقين طموحنا ارتوى بالعزيمة والاجتهاد، وهن يخطون خطواتهن الأولى نحو الاستقلال الاقتصادي. يقدم لهن برنامج التمكين الاقتصادي لربات البيوت في وضعية صعبة الدعم اللازم للانطلاق في عالم المشاريع الصغرى. فهذا البرنامج كيجي في إطار تنزيل التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله الملك محمد السادس نصره الله وأيده ودعمه القوي للمرأة المغربية ولتمكينها في جميع المجالات، وأيضا في إطار تفعيل البرنامج الحكومي واستراتيجية الوزارة جسر، وخاصة البرنامج جسر التمكين والريادة. التمكين الاقتصادي للنساء ربات البيوت مهم جدا بالنسبة لنا، نؤمن في إسبانيا ونفكر كذلك رفقة أصدقائنا في المغرب بأنه من الضروري بالنسبة لكل مجتمع أن تتمكن النساء ربات البيوت من الاستقلال اقتصاديا. بفضل برنامج التمكين الاقتصادي بجهة ابن ملال الخنيفرة، 1000 امرأة من ربات البيوت في وضعية صعبة يمضين قدما نحو إثبات الذات رغم التحديات. بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية للنهوض بوضعية المرأة المغربية، ينضاف هذا الرقم إلى 3000 امرأة استفادت من برنامج جسر للتمكين الاقتصادي الموزع على كافة جهات المملكة. من خلال هذا اللقاء مراحل تقدم برنامج التمكين الاقتصادي للنساء الذي كان محل اتفاقية شراكة وقعتها الوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وجهة بني ملال خنيفرة. هذا برنامج نعتبره برنامج نموذجي على اعتبار أنه على الصعيد الوطني جهة بني ملال خنيفرة جهة متقدمة في تنزيل هذا البرنامج. المنتجات أو العارضات هم نساء تمكنوا يعني داخلين في إطار هذا البرنامج ديال التمكين السوسيو اقتصادي للنساء اللي كيستهدف النساء في هشاشة وكيستهدف ذوي الإعاقة، وغادي تشوفوا بأن واحد التنوع في المنتوج. في مجالات كالسياحة البيئية والفلاحة يتألقن خدمات متنوعة تشمل تعزيز قدرات التسويق والتدبير وتحسين المهارات في مجال إنشاء وتطوير المشاريع يضمنها البرنامج. التمكين الاقتصادي للنساء ربات البيوت في وضعية صعبة خطوة حيوية نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. في موضوع آخر، وبجهة بني ملال خنيفرة تم تنظيم لقاء تواصلي بالغرفة الجوية للفلاحة حول كيفية تدبير الموارد المائية بالجهة نظرا للظروف المناخية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا. لنتابع. جهة بني ملال خنيفرة تتميز بمؤهلات فلاحية مهمة رغم تأثرها هذه السنة بقلة التساقطات المطرية. مهنيو القطاع عقدوا لقاء تواصليا لتدارس الإجراءات واتخاذ تدابير فعالة لإدارة أزمة الجفاف والتخفيف من آثارها. الأهم من هذا الشيء كامله هو أن تم تحصيل ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار هذه الظروف الاستثنائية، لأن رغم مشكل ديال الجفاف تمكنا في الجهة ديالنا بأننا نحصل على واحد الموسم فلاحي تقريبا اللي هو متوسط رغم الإكراهات ديال المياه ديال الري، وهذا راجع للتسيير يعني الايجابي اللي كان واللي مبتكر اللي درناه في الجهه ديالنا. كذلك من خلال هذا اللقاء هذا تبين بان ضروره يعني رفع واحد التوصيه للجهات الوصيه للتسريع بالبرامج المهيكله للقطاع ديال الماء على الصعيد الوطني. ظروف مناخيه استثنائيه تعيشها بلادنا نتيجه ضعف التساقطات المطريه فقد اثرت سلبا على السير العادي للموسم الفلاحي الحالي.
ومن جانبها نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمدينة سلا حفل التميز برسم موسم 2023-2024 احتفاء بالنزلاء المتفوقين في مسارهم الدراسي وفي التكوين المهني بعد قضاء فترتهم السجنية. تفاصيل مع وفاء اليعقوبي ومحمد الناصري. مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بسلا تحتفل بتفوق نزلاء المؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة السابقين الذين تمت إعادة إدماجهم في المنظومة التعليمية أو التكوين المهني مع تتبعهم ومواكبتهم بشكل دوري. مناسبة للاحتفاء بالتلاميذ والمتدربين الذين تم التدخل لفائدتهم من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء في إطار محور التعليم والتكوين المهني من أجل إعادة إدماجهم في المنظومة التربوية وكذلك في التكوين المهني، والذين أبانوا على تفوقهم وحصلوا على معدلات متميزة ستمكنهم من إعادة الإدماج الاجتماعي والسوسيو مهني والسوسيو تربوي. هؤلاء النزلاء تمكنوا من التفوق في دراستهم وحصلوا على دبلومات مهنية تمكنهم من الاندماج السوسيو اقتصادي. عمري 19 عام بس هي دخلت السجن وأنا في عمري 17 عام، دوست 5 شهور خرج. تعاونش معي هذه المؤسسة هذه الله يجازيهم بخير، ردوني نقرأ وخا المدرسة ما خلاولش نقرأ، ردوني نقرأ تكلفوا بكل شيء الحمد لله بدانهم جبت المهم وليت من الاوائل في هذا العام هذا جبت 15. مقاربة إنسانية اجتماعية تلك التي تتبناها المؤسسة لضمان تكافؤ الفرص في صفوف السجناء، وأجواء احتفالية تعيد إليهم الثقة في النفس وتزرع فيهم الأمل نحو غد أفضل. وتحت شعار التراث المادي واللامادي لواحة فيجيج نظمت جمعية فيجيج للتنمية والتضامن ندوة فكرية تجمع بين ساكنة المدينة من مختلف ربوع المملكة. لنتابع هذا الأمسية اللي كان نظمو احنا جمعية فيجيج للتنمية والتضامن، هذا واحد النهج خديناه من 2017. هذه فرصة كنتلاقوا فيها يعني قال الأهل والأصدقاء والأحباب العائلات الفيجيجية متواجدة في الرباط، في سلا، قنيطرة، الدار البيضاء، كنجتمعوا حول واحد الأنشطة ثقافية فنية اللي كتتعلق غالبا بالمسرح، الغناء باللغة بالأمازيغية، وهذه فرصة باش كيكون يعني واحد لقاء ما بين الأهل والأحباب. تحقن الذم لجهة الدار البيضاء سطات يسجل خلال هذا الموسم الصيفي انخفاضا في عدد المتبرعين، انخفاض أثر سلبا على مخزون الدم أمام الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية. فتح أمغار وعبد الرحمن زيان. المركز الجهوي لتحقن الدم الدار بيضاء سطات أبوابه مفتوحة يوميا لاستقبال المتبرعين الذين انخفض عددهم خلال الموسم الصيفي. قاعة التبرع بالدم تكاد تبدو فارغة إلا بوجود عدد قليل من المتبرعين بهذه المادة الحيوية التي لا يوجد بديلا عنها. هذا واجب وطني للناس كاملين، خصهم يجيوا يتبرعوا بالدم لأننا نقدروا نعتقوا فيها حياة واحد الإنسان اللي محتاج للدم. غير المشكلة أنا فاش جيت اليوم تصدمت لقيت القاعة خاوية، وحنا دابا الصيف والناس تسافر والكسيد الله يحد الباس. نقوم بعملية تبرع بالدم لإنقاذ ربما أرواح كثيرة، الله سبحانه وتعالى قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وكنتمنى من الناس أنهم يملؤوا مراكز تبرع بالدم. انخفاض عدد المتبرعين له علاقة مباشرة بكمية مخزون الدم، مما يؤثر سلبا على الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية لإنقاذ المرضى الذين هم في أمس الحاجة إليها. طبعا إحصائيا كينزل عندنا المخزون في هذا الوقت هذا، لأن الناس كيتشغلوا هنا الحملات الاستباقية، فكنحاولوا نديروا واحد المخزون ديال 3 أيام أو 4 أيام، مع العلم أنه خصو يكون على الأقل ديال 10 أيام. ألوغ اللي غنقول للناس أن من هذا المنبر كنطلبهم، بما أن حتى شي واحد ما في منأى من الاحتياج ديال الدم، حتى شي واحد، نطلبهم أنهم يجيو يصونوا الكرامة ديال المرضى ويجيو يعطيوا الدم. التبرع بالدم واجب وطني، فعلى الجميع التوجه نحو مراكز الجهوية لتحقن الدم لسد الخصاص في مخزون الدم والمساهمة في إنقاذ المرضى خلال هذه الفترة الصيفية.
ونفتح ملف الأنباء الدولية من الشرق الأوسط، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه ضد حماس بقصف جوي ومدفعي استهدف الاثنين قطاع غزة بعد ضربات قاتلة في الأيام الماضية على مخيم للنازحين ومدارس تأوي مدنيين. وكانت حركة حماس قد أعلنت الأحد وقف المفاوضات الجارية عبر الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب عدم جدية الاحتلال وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل. تبدأ الجمعية الوطنية الفرنسية أسبوعا حاسما في وضع غير مسبوق، حيث لا تتوفر على أغلبية أو حكومة، ولم تحصل أي كتلة أو حزب على الأغلبية داخل المجلس بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 يوليوز. وستواجه الكتل السياسية صعوبة في تحديد موقعها سواء في المعارضة أو في الأغلبية. ودوليا، دائما ذكرت وزارة الموارد المائية بالصين أن الفيضانات ضربت بحيرة تايهو، حيث ارتفع منسوب المياه إلى أزيد من 3 أمتار ليتجاوز بذلك مستوى التحذير. ودخلت الصين موسم الفيضانات الرئيسي، وفي الأسابيع الأخيرة تعرضت مناطقها الجنوبية لهطول أمطار غزيرة مستمرة. وطنيا، وبكلية العلوم القانونية والاقتصادية السويسي بالرباط أعطيت انطلاقة الافتتاح الرسمي للجامعة الصيفية للتفاوض الدولي تحت عنوان شراكات شاملة ومسؤولة مع أفريقيا، تفاوض رابح رابح، وذلك بمشاركة دبلوماسيين وخبراء وأكاديميين دوليين. التفاصيل. الجامعة الصيفية للتفاوض الدولي، حدث تم تنظيمه تحت عنوان شراكات شاملة ومسؤولة مع إفريقيا، تفاوض رابح رابح، بهدف تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة للدفاع بفعالية عن مصالح القارة في المفاوضات الدولية. ننظم اليوم ما يعرف بالجامعة الصيفية، ويتمحور موضوعها حول تعزيز القدرات التفاوضية للأطر الأفريقية لمساعدتها على التفاوض، سواء لإبرام معاهدات أو إبرام عقود دولية. الهدف من هذا الحدث هو تعزيز قدرات التفاوض الإنسانية والتعليمية للأفارقة في مجال التفاوض الدولي. سنتطرق لمجموعة من المحاور المتعلقة بالبناء الأفريقي في عدة مجالات كالاقتصاد والحقوق. تعزيز القدرات التفاوضية للبلدان الإفريقية كان الهدف الرئيسي للجامعة الصيفية، وذلك من خلال تقديم تكوين معمق حول المهارات الأساسية في المفاوضات الدولية والمتكيفة مع الواقع الإفريقي. هذا الحدث مهم بالنسبة لنا، وخاصة للإدارة الجهوية لشمال أفريقيا. نحن جد سعداء باستقبال حدث الجامعة الصيفية. بالنسبة لنا التفاوض من يومية نشاطاتنا. جمع هذا الحدث خبراء وأكاديميين من إفريقيا وأمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا من أجل البناء المشترك للمعرفة، وكذلك الترقب وإدارة الصراعات المحتملة الناشئة عن سوء الفهم. وتحت شعار رغم اختلافنا المخيم يجمعنا، تم تنظيم المخيم الصيفي الحضري الدامج في نسخته الثانية بإنزغان. ربورتاج في الموضوع مع حاجبة تامك وداد مساوي والمعتصم بالله البعزاوي. حوالي 54 مستفيد ومستفيدة من مختلف الأعمار انطلق المخيم الصيفي الدامج في نسخته الثانية بإنزغان، فضاء يهدف إلى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة داخل المجتمع وخلق أجواء من المتعة الصيفية. في المخيم غادي نمشي للمسبح، غنعومو وغادي نديرو بزاف ديال الحوايج. حنا نجي مخيم. شنو غديري في المخيم؟ العوم لابيسين. عطاونا واحد الفرصة باش ندمجوا مع الدراري في وضعية إعاقة، وبلاصة ما ندوزو الصيف في الدار ندوزو في مناطق أخرى للاستمتاع بالعطلة. وينظم المخيم الحضاري الدامج بمبادرة من جمعية السلام لإدماج المعاقين بإنزغان في إطار اختتام الأنشطة التربوية.
طبيعة الحال في إطار يعني كيف ما قلت دائما يعني البرنامج ديال الجمعية اللي كتعتمد بالأساس يعني على الإدماج ديال ذوي يعني الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة يعني في المجتمع، خصوصا أن المخيم غادي يكون دامج، غادي يكونوا فيه أسوياء وغادي يكونوا فيه أشخاص يعني ذوي الهمم، والبرنامج إن شاء الله غادي يكون حافل، غادي يكون فيه بزاف ديال الفقرات. عطينا ليه واحد الشعار ديال رغم اختلافنا فالمخيم يجمعنا. دونك المخيم إلا كتشوفوا تقريبا فيه أزيد من 50 مشارك ومشاركة، دونك يشمل كذلك الأشخاص في وضعيات إعاقة. وعلى مدى 12 يوما سيستفيد هؤلاء الأطفال من مجموعة من الفقرات التنشيطية والتربوية والإبداعية وخرجات ترفيهية. وإلى مدينة تارودانت التي احتضنت على مدى يومين الدورة الأولى لمهرجان أجيال تارودانت، تظاهرة ثقافية وفنية تميزت ببرمجة غنية ومتنوعة تمثل أجيالا موسيقية تراثية وشبابية من مختلف جهات المملكة. حيجب التامك، وداد المساوي ومحمد أمين عموري. على إيقاع الدقة الرودانية انطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أجيال تارودانت بساحة المركز الثقافي بالمدينة، تظاهرة ثقافية وفنية رسالتها الحفاظ على الموسيقى التراثية والأمازيغية وتلقينها للأجيال الصاعدة. تارودانت معروفة بالدقة وفي القريحة، ومحتاجة بحال هاد السميانيت ديال الأجيال، محتاجة الأجيال اللي يتعلموا لها التراث ويتعلم لها هاد الفن. هاد المهرجان اللي في دورته الأولى اللي تجمع ما بين شبابي حداتي وما بين تراث أصيل. هاد المهرجان الحمد لله اللي فيه مجموعة ديال الوجوه محليين ومجموعة ديال الوجوه كذلك وطنيين. مجموعات غنائية تمثل أجيالا موسيقية مختلفة ومتنوعة جمعت ما بين الموسيقى التراثية والشبابية أمتعت ساكنة المدينة والزوار. مهرجان اللي هو كيهتم بالفنانة والناس مزيانين تبارك الله، الجمهور مزيان الحمد لله، يعني الجمهور عطانا الوقت ديال سمو يعني الرئيس عرباتي كي فيما مشى الحمد لله. ما الحمد لله الجمهور ديال تارودانت راه بخير وعلى خير. احنا اليوم في تارودانت وفرحان بزاف غنتلاقى مع الجمهور ديال تارودانت والنواحي، هذه اول مره غادي نجي لهاد المدينه هذه، وزعما متفائل ان شاء الله غتكون صواري واعره بزاف. مهرجان أجيال منصة ثقافية وفنية شكلت فرصة للتعريف بالأجيال الموسيقية الجديدة والترويج لغنى وتنوع ثقافة تارودانت وخصوصياتها التراثية والفنية. وبمدينة الرباط انعقد الملتقى التراثي الأول للمركز الوطني لطرب الآلة تحت شعار طرب الآلة امتزاج وتلاقح موصول بين الأجيال. التفاصيل. في رحاب التراث العريق احتضن المركز الوطني للطرب الآلي احتفالا أضاء سماء الفن الأندلسي، فتحت شعار طرب الآلة امتزاج وتلاقح موصول بين الأجيال تجسدت أسمى معاني الحفاظ على التراث المغربي. الميزة اللي كاينة هاد النهار هي كاينين طول من العازفين المتدربين في المركز الذين سيصاحبنا جوق الأستاذ محمد البريبول. تألقت الألحان الأندلسية محملة بعطر التراث الأصيل، وأبدع الفنانون في أداء مقطوعات عريقة تأخذ المستمع في رحلة عبر الزمن، وكانت الأمسية فرصة لإبراز الجهود الجبارة التي يبذلها الأساتذة في تدريب وتطوير المواهب. هذه السهرة التراثية التي تقام بمناسبة الملتقى الأول التراثي للمركز الوطني لطرب الآلة بالرباط، وهي
هي لإبراز المجهودات القيمة التي قاموا بها الأساتذة الأجلاء والأطول الإدارية. وفي نهاية الأمسية كانت الألحان الأندلسية قد نثرت عبيرها في أرجاء المكان، مظهرة القوة الجمالية والروح النابضة لهذا الفن العريق. لم يكن هذا الحدث مجرد احتفال، بل كان شهادة على النجاح في الحفاظ على التراث ومواصلته للأجيال القادمة، مجسدا التقاء الأصالة بالابتكار. احتضن المركز الرياضي المصباحيات بمدينة المحمدية نهائيات بطولة المغرب لكرة المضرب على الكراسي والتي عاد لقبها للاعب فؤاد بغنيم، بطولة تندرج ضمن البرنامج الرياضي السنوي للجامعة الملكية المغربية للأشخاص في وضعية إعاقة. حسن زاكي ومحمد شكير. بحصة جولتين مقابل لا شيء، تمكن اللاعب فؤاد بغنيم من تأكيد أحقيته ببطولة المغرب لكرة المضرب على الكراسي المتحركة للمرة الثانية على التوالي بعدما انتزع اللقب من منافسه سعيد حمام. الحمد لله اليوم توجت باللقب البطولة هذا العام بعد العام الثاني على التوالي فوت بالبطولة المغرب. العام حققت الازدواجية الحمد لله، عرفت كيفاش نسير المقابله ديالي وعرفت كيفاش باش نفوز. الخصم ديالي سعيد حمام ما كان ساهل. البطوله امتدت على مدى يومين بالمركز الرياضي المصباحيات بالمحمديه وشهدت مشاركه كل الانديه المنضويه تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه للاشخاص في وضعيه اعاقه. البطولة الوطنية لكرة المضرب على الكراسي الحمد لله اللي فرزت واحد المستوى جيد كيف كنا تنتوخاو واللي غنتقيو منها العناصر الوطنية إن شاء الله، خاصة أننا مقبلين على المشاركة في الألعاب الأولمبية القادمة في باريس 2024. المنافسة أيضا تندرج ضمن تحضيرات الجامعة لتهيئ العناصر الوطنية التي ستشارك بفعالية الألعاب الأولمبية القادمة بفرنسا. وفي خطوة تعكس التنوع الثقافي والاستدامة الغذائية، كشفت باريس عن تفاصيل الأغذية التي ستقدم خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024. منظمة باريس سلطت الضوء على قائمة طعام متنوعة من شأنها أن تلبي احتياجات الرياضيين والجماهير على حد سواء. التفاصيل. كشفت باريس عن تفاصيل الطعام النباتي الذي سيقدم خلال دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، وفي إعلان أولي بالتعاون مع مطعم عالمي سلطت منظمة باريس الضوء على قائمة طعام متنوعة من شأنها أن تلبي احتياجات كل من الرياضيين والجماهير. من مسؤوليتنا أيضا تعليم الأشخاص الذين سيشاركون في الألعاب الأولمبية أنه من واجبنا الجماعي تغيير عاداتنا والعمل على تقليل بصمتنا الكربونية. الرياضيون سيحظون بفرصة تذوق أطعمة غنية بالمكونات المحلية والموسمية، مما سيعزز من تجربتهم الغذائية في القرية الأولمبية التي تعد من أكبر المطاعم في العالم. مع اقتراب موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية يترقب العالم بشغف هذه التجربة الفريدة التي لا تقتصر على التنافس الرياضي فحسب، بل تشمل أيضا رحلة غنية بالثقافات المتنوعة. اللحظة مشاهدينا نتوقف عند جديد حالة الطقس في بلادنا مع ليلى أغبال. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. يتوقع بحول الله أن يكون الطقس نسبيا حار بشرق الأقاليم الجنوبية وكذلك بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية وكذلك بمنطقة الريف وبغرب الأطلس، وتكون سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل من الضباب بالسواحل الأطلسية الشمالية وكذلك الوسطى، هذا ما عرف زوابع رملية بالجنوب. درجات الحرارة العليا ستعادل 38 درجة بمدينة وجدة، 34 درجة بالحسيمة، 33 درجة بمدينة طنجة، 22 درجة بالرباط، 27 درجة بالدار البيضاء وكذلك بأكادير، و26 درجة بالقويرة. حالة البحر
سيكون البحر بالواجهة المتوسطية وكذلك بالبوغاز هذا إلى قليل الهيجان بعلو سيصل إلى متر واحد. شمال الجرف سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بعلو سيصل إلى مترين. وباقي السواحل سيكون البحر هائج إلى قوي الهيجان بعلو سيصل إلى 3 أمتار. شكرا لتابع المتابعة وعودة إلى بلاتو الأخبار. ختاما مشاهدينا هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة. مجلس النواب يعقد جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، محورها سياسة التعمير والسكنة وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية. انخفاض في عدد المتبرعين بالدم يسجله مركز تحقن الدم لجهة الدار البيضاء سطات خلال الموسم الصيفي، انخفاض أثر سلبا على مخزون الدم أمام الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية. وبالعاصمة الرباط انعقاد الملتقى التراثي الأول للمركز الوطني لطرب الآلة، حدث فني يحمل شعار طرب الآلة امتزاج وتلاقح موصول بين الأجيال. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.